اللي صار انه احنا في شغلنا كموظفين طبيعي وبنقوم بمهام عملنا، وصار احداث على الشارع ترتب عليها انه الجيش يدخل على الكازية يطلب كاميرات، يطلب تسجيلات، يطلب شغلات من داخل المحطة، وحصلوا على اللي بدهم اياه وعملوا اللي عملوه وطلعوا. سب وشتم والفاظ نابيه على الموظفين وعلى غير الموظفين، بالايام العاديه بدون احداث بدون شيء كان يصير تهجمات زي هيك على الموظفين وعلى الزباين اللي بيجوا على الكازيه.